وما يحصل في مخيمات تندوف من انتهاكات لحقوق الإنسان من خلال وقفة تم ترديد فيها شعارات منادية لرفع الوصاية الجزائرية عن مخيمات تندوف. مراسلة من السويد لنعيم الداودي وصالح رقيبي. الصحراء مغربية، لسان واحد نطق بها أفراد الجالية المغربية المقيمة بمدينة يوتيوبر السويدية، جاءوا للتجمهر والتظاهر أمام مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي من أجل إيصال صوتهم وتوضيح وجهة النظر المغربية والمتمثلة في منح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية. توجه لهم نداء لفتح النقاش والبحث بدقة في المغرب. المغرب والصحراء مفتوحة للجميع السياسيين اللي بغاو يعرفوا كثير على الصحراء. حتى السويديين أو الأوروبيين ما نزلوش للمغرب، ما شافوش الحقائق، فلو يشوفوا الحقائق هذه ترجع لهم الصورة الحقيقية، لأنه هاد الناس هادو بغاو يوريو يعني يريدون حق به باطل. موضوع حقوق الإنسان وما يعانيه الصحراويون من انتهاكات في مخيمات تندوف كان حاضرا ضمن مواضيع أخرى حاول المحتجون من خلال هذه الوقفة توضيحها للرأي العام السويدي. على المسؤولين في البوليسيري وتركوا السكان هناك يرحلون إلى وطنهم لأنهم لم يفعلوا لهم شيئا، إذن فليتركوهم أحرار. كنتمنى ان هذه القضيه يكون ليها حل، فهمتيني؟ ما تبقاش غير 40 سنه دابا في ديال التشتت. بغينا شي اطراف اخرى تهز يديها على القضيه ويخلوا الاهل يفكوا القضيه، هي عائله خاصها تفك القضيه بيناتهم. مظاهرة سلمية ابانت عن الحس الوطني العالي لدى المهاجرين المغاربة المقيمين بالسويد. لم تمنعهم المسافات ولا برودة الطقس من المجيء إلى مدينة يوتيوبر السويدية من أجل إيصال صوتهم إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشيء الذي يعتبرونه واجبا وطنيا يجب أداؤه. نعمة الداودي والصالح رقيبي لقناة العيون. إلى السمارة، حيث حل السيد فولفغان فاسين برودجيبر الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الدبلوماسي الأممي عقد لقاء تواصليا مع فعاليات مدنية وشيوخ القبائل، وقام إثر زيارته بعدد من الجولات التفقدية لمشاريع تنموية بالإقليم. الزيارة حضرها عامل إقليم سمارة والعامل المكلف بالعلاقات مع بعثة المينورسو محمد فاضل أبو الحسن ومبارك البحث. لقاء عمل وتواصل عقده الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة مع منتخب الإقليم وفعالياته المدنية. اللقاء وصفه الحاضرون بالهام لما له من أهمية فيما يخص الأدوار المنوطة ببعثة الأمم المتحدة في الإشراف على وقف إطلاق النار، وكذا المساهمة في الحد من أخطار الألغام الموروثة من فترة الحرب في المنطقة. كان لقاء هام على كل حال، تم التطرق من خلاله لمجموعة من القضايا اللي تهم يعني الساكنة، وطرنا كذلك إلى الزيارات العائلية والمشاكل اللي ربما تعترض من حين لآخر لهذه الزيارات. تبقى مسألة الزيارات لدينا بعض الملاحظات، أنه المدة حقيقة قصيرة لا تمكن الزائر من الفرصة من أجل الاطلاع والالتقاء بالأعالي والأسر، وطالبنا برفع المدة الزمنية في حدود 8 أيام إلى 10 أيام، ثم توصية للأمين العام في شخص ممثله أن تكون أن لا تقتصر الزيارات على الأسر بل تتعدها إلى الفاعلين السياسيين وشيوخ وأعيان القبائل والمجتمع المدني. الممثل الشخصي للأمين العام رفقة عامل الإقليم والعامل المكلف بالعلاقات مع بعثة المينورسو ووفد رسمي محلي قام بزيارة تفقدية لعدد من الجمعيات والتعاونيات الممولة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مبادرات مدنية تروم إنشاء مشاريع مدرة للدخل تعود بالنفع على أصحابها وعلى المجتمع عموما. وهي الزيارة التي من المنتظر أن تعطي بالملموس للممثل الشخصي للأمين العام الأممي فكرة عن الشأن التنموي والاجتماعي بإقليم سمارة.
ببوجدور انطلق برنامج الجامعات الشعبية في طبعتها الجديدة بتنظيم مجموعة من اللقاءات والمحاضرات والندوات المختلفة. محمد المصطفى خية ومحمد شارع معهما المزيد. فعالية الجامعات الشعبية في طبعتها الجديدة تنطلق بمدينة بوجدور. برنامج أطلقته وزارة الشباب والرياضة خلال الموسم الجديد من مجموعة من الأنشطة الكبرى على غرار المنتديات الشبابية والتطوع والعمل المدني والتربية على المواطنة والمهرجان الوطني لمسرح الشباب. برمجت وزارة الشباب والرياضة وأقرت بالرجوع إلى هذا النوع من الأنشطة بحكم أنه الفعل الثقافي الذي تنظمه مؤسسات الشباب بمختلف أقاليم المملكة، وأن هذا الفعل الثقافي وهذا الفعل التواصلي المعرفي العلمي لا بد أن يكون له الوقع الجيد على الشباب خصوصا وعلى المجتمع بصفة عامة. عرضين تخللا هذا الافتتاح، ويهم الأول الجانب الأدبي وعلاقته بالشعر، فيما يهم الثاني عرضا ثقافيا ومحاضرة بعنوان الشباب والجد. المتدخلون ركزوا على أهمية دور الشباب في المجتمع انطلاقا من الوجهة الإسلامية والقانونية والاقتصادية كرافعة أساسية لتنمية المجتمعات. الموضوع الذي سنتناوله إن شاء الله في هذه الأمسية هو حول الشباب والجد، آمنين في أن يكون هذا الموضوع مفيد ونافع للحضور الكريم. يخدم صالح الثقافة ويعود بالنفع العميم على الناشئة وعلى المهتمين بالساحة الأدبية والثقافية. نسجل الافتخار والاعتزاز والتشكرات الإخوة اللي سهروا على هذه الأنشطة. ستستمر الجامعات الشعبية ببوجدور لغاية 30 من يونيو المقبل، وتشمل مجموعة محاضرات وندوات ومنتديات شبابية لمجموعة من الجمعيات يؤطرها أساتذة مختصون في مجال اهتمامات الشباب. نظمت ثانوية الحسن الثانية الإعدادية النسخة الثانية من الأيام الربيعية للمؤسسة أنشطة وفقرات متنوعة تضمنها برنامج هذه التظاهرة الثقافية. غالي الجرحي عبد الله المحمودي حضر جزء من هذه الأنشطة وعاد بالروبورتاج التالي. تظاهرة تربوية تثقيفية حرص من خلالها المنظمون على إشراك التلاميذ في أنشطة تربوية هادفة تجمع بين إبراز مواهبهم وطاقاتهم المتنوعة وتناول قضاياهم ومستقبل النشء داخل الفضاء المدرسي. حلول النسخة الثانية من الأيام الربيعية لثانوية الحسن الثانية الإعدادية، والتي هي بالمناسبة التي يقوم الأساتذة أو التلاميذ بتفجير طاقتهم التربوية والترويح عن النفس في أفق العطلة المدرسية التي هي على الأبواب. وكانوا فيها مجموعة من الأنشطة الزينة، تعرفنا فيها على تقاليد صحراوية وعادات وتراث حساني عريق. كان هذا المهرجان زين، كانوا فيها أنشطة ثقافية وكان جسد تقاليد صحراوية القديمة، وكان عبارة عن عرس متجسد فيه العرس والرقص وهذا. وكان بالنسبة للمهرجان زين لأنه كان يعبر عن تقاليد الصحراوية القديمة. أنشطة أشرف على تنظيمها أساتذة وأطر المؤسسة وجسدها التلاميذ تنوعت بين مسرحيات باللغتين العربية والفرنسية، بالإضافة إلى أعمال فنية كالرسم على الزجاج والرمال. التراث الصحراوي كان أيضا حاضرا في فقرات هذه الأنشطة من خلال أغاني ورقصات من التراث المحلي. حاولنا نوع نشاطات ديالنا، كانت نشاطات باللغة العربية باللغة الفرنسية وكانت بالحسانية. درنا ورشات حتى ديال الخياطة وديال الطرز وديال النقش على الزجاج والصباغة على الزجاج. درنا مسرحيات باللغة الدارجة باللغة العربية، كانت على المخدرات وعلى على المسائل اللي كتهم التلميذ. عندنا ترواح كانت عند الناس الأولى، رقصات حسانية ومسرحيات وتقديم الإسبانية، ورقصنا ما شاء الله ومهرجان زين. درنا عروض مسرحية، درنا أنشطة يدوية، درنا أغاني. الأيام الربيعية لثانوية الحسن الثاني الإعدادية بالداخلة أنشطة توازي بين دور المؤسسة في تدفق سيل العلم والمعرفة وتنظيم أنشطة إشاعية تساهم في تحرير طاقات التلاميذ وصقل مواهبهم عبر إبداعات في مجالات مختلفة. نبقى بالداخل، حيث نظم معهد التنوع الإعلامي البريطاني ورشة عمل حول العلاقات مع الإعلام
وذلك لفائدة عدد من الفاعلين في الحقل المدني بهدف تطوير مهارات الاتصال الإعلامي لفائدة المستفيدين من هذه الورشة التي استغرقت 3 أيام. محمد الترزي، عبد الله المحمودي. وتحقيق سمارت principles. Can you explain to us what smart principles are about? الهدف الذكي أو هدف سمارت هو الهدف الذي يراعي تحقيق مجموعة من الأمور. أولاً specific، يجب أن يكون الهدف دقيق. ثانياً يجب أن يكون مثال من بين عدة أمثلة لكيفية إجراء مقابلة شخصية تلفزيونية وإذاعية في إحدى ورشات عمل العلاقة مع الإعلام. معهد التنوع الإعلامي أعطى دروسا متتالية أخرى حول كيفية جذب الانتباه الإعلامي وكذا التخطيط للتغطية، وذلك في إطار تطوير مهارات الاتصال الإعلامي والزيادة في قدرة المشتركين على توصيل أصواتهم ورسائلهم عبر وسائل الإعلام. Owners, proprietors, chief editors, we've also worked with civil society because we understand that in democracy, media plays a very important role. On the other hand, we believe the citizens are very important, and since this is democracy in Morocco, we are trying to civil society organizations to help citizens give their voice through the media to those who are making decisions. ما هي أنواع القصص والموضوعات التي تحظى باهتمام وسائل الإعلام؟ ما هي الأخبار التي تستحق النشر؟ وما الذي لا يختص به الإعلام؟ وكيف تتعرف على إعلامك المحلي؟ وتساؤلات عديدة طرحت خلال الدورة وتمت الإجابة عنها هنا لتعرف الفئات المستفيدة من التكوين كيفية التعامل مع الإعلام وإيصال الأصوات عبر هذه الوسائل. اكتشفنا أنه ضعف تغطية ناتج عن أخطاء من طرف الجمعيات، يعني كيفية تعامل الجمعية مع وسائل الإعلام هو اللي يؤدي إلى عدم تغطية الأنشطة المبرمجة، وبالتالي هذه الدورة مهمة بشكل مميز لدعم تغطية الجمعيات من خلال الصحافة المحلية والجهوية الوطنية. من خلال الدراسة ديالي هو أنه العامل المهم هو عامل المدة الزمنية، يعني من خلال أنك تحرر بلاغ صحفي أو أنك تصيفط لهم يعني من أجل إخبار من أجل التغطية، يعني تكون المدة موجزة وما تيكونش واحد التفصيل مهم على النشاط اللي انت مغطيه او الحملة اللي انت غادي تقوم بها. ولذلك اليوم هذه الندوة يعني استفدنا منها بزاف وعطاتنا معلومات كثيرة. تأتي ورشة عمل العلاقات مع الإعلام المنظمة على مدى 3 أيام لتطوير مهارات الاتصال لعدد من الفاعلين في الحقل المدني وتعزيز قيم الديمقراطية الأساسية ومن بينها حرية التعبير لكل المواطنين وكيفية إيصال صورة واضحة لتعبيراتهم. حزبيا التأمت بقليميم أشغال المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال التي تقدم أشغالها عضو اللجنة التنفيذية ومنسق الجهات الجنوبية 3 مولاي حمدي ولد الرشيد. أشغال تناولت مجموعة من انشغالات الحزب في الوقت الراهن. حافظ محضار وخالد تريكسي. بحضور حشد كبير من ساكنة المدينة انعقدت أشغال المؤتمر الإقليمي لحزب الاستقلال بعاصمة جهة إقليم مسمرة. أشغال المؤتمر طرحت العديد من التناولات والانشغالات المحلية فضلا عن إبراز التحديات الأساسية للحزب إقليميا جهويا ووطنيا. العرض السياسي حدد مواقف هذا التنظيم السياسي من مجموعة من القضايا الآنية التي تستأثر باهتمام الرأي العام. ذاكرنا في جميع الميادين اللي يعنوا الجهة وكانت فيها الصراحة وكانت فيها الموضوعية وقرينا التقارير ديال المجلس الإقليمي ديال الحزب اللي كانت ماسة بجميع الميادين اللي ماسة بالمواطنين تعني المواطنين وتكلمنا في السياسة الحكومة اللي احنا مشاركين فيها كحزب وفي الاقتصاد. وكان الحمد لله الاجتماع من انجح الاجتماعات ديال جهه قليميم اليوم سماره. اليوم اعتقد على ان الانتظارات ديالنا هي كبيره وكبيره، نناضل من اجل المستقبل، من اجل اسماع صوت حزب الاستقلال في هذه المنطقه، من اجل اعطاء واحد الدفعه جديده للعمل السياسي بالمنطقه، اذا اعتقد على اننا نحن اليوم في عرس نضالي جديد من خلال هذا اللقاء التواصلي مع ساكنه قليميم. محطه تواصليه لهذا الحزب بهدف التقرب اكثر من اهتمامات ساكنه المنطقه. والإنصات إلى انشغالاتها الأساسية وبلورة هذه الأمومة في إطار انتظارات حقيقية تضمنها البيان الختامي لأشغال هذا المجلس. بالداخل نظمت جمعية شباب التنمية عدة أنشطة ثقافية وترفيهية
لفائدة مجموعة من الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة واليتامى، وذلك بمقر دار الشباب حي أم التونسي. الأنشطة التي حضرها أيضا أولياء أمور عدد من الأطفال تم خلالها توزيع جوائز وهدايا على الأطفال المشاركين في مسابقات وورشات سابقة، كما تم توزيع كراسي متحركة لفائدة بعض الأشخاص المعاقين. في بلاغ توصلت القناة بنسخة منه يخبر رئيس الجماعة الحضرية للعيون ساكنة المدينة أنه تم توقيف جزء من محطة تحلية مياه البحر بعد تراجع قدرتها الإنتاجية، وذلك بقصد ترميمها وصيانتها. ويهدف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من خلال هذه الأشغال إلى الرفع من إنتاج الماء الصالح للشرب انطلاقا من محطة التحلية، وذلك بشكل تدريجي ابتداء من ماي إلى غاية شهر يوليوز 2013، مما يتطلب بحسب تقليص ساعات التوزيع بأحياء المدينة. ويسهر المكتب على توفير الماء بواسطة الشاحنات الصهريجية انطلاقا من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 6 مساء بحسب نفس البلاغ الذي توصلت القناة بنسخة منه. ثقافيا، تحتضن مدينة العيون حاليا تظاهرات ثقافية وفنية في إطار فعاليات البرنامج الوطني لتنشيط المراكز الثقافية بمختلف ربوعي المملكة الذي تنظم وزارة الثقافة تحت شعار لننعش المغرب الثقافي. ريبورتاج في الموضوع مع السلك رحال ومحمد مولود من لا يخاف. تظاهرة فنية بدار الثقافة بالعيون تأتي التزاما بمرتكزات المخطط القطاعي لوزارة الثقافة، وخاصة نهج سياسة القرب وضمان الحق في الثقافة على المستويين الجهوي والوطني. الأمسية من تنشيط إحدى الفرق المحلية المشهورة وعرفت حضورا مكثفا للمدعوين. دشن وزارة الثقافة ورشا ثقافيا سيمكن كل فعاليات ثقافية من التواصل مع كل مهتمين ومتدخلين في الشأن الثقافي، وسيتيح لنا جميعا بلورة وتطوير مشروعنا الثقافي المجتمعي. العروض الموسيقية ستستمر طيلة شهر أبريل الجاري، وستنظم خلاله أيضا عدة تظاهرات تشمل عروضا سينمائية وطنية ومحاضرات حول توثيق الموروث الثقافي الحسني وعروض مسرحية للمسرح الحساني الاحترافي بالعيون. في أخبار الرياضة، فاز فريق وداد السمارة لكرة اليد على نظيره أولمبيك خريبكا بنتيجة 33-25، وبهذا الانتصار أصعد ممثل الصحراء لكرة اليد إلى الدوري المصغر لكرة اليد على المستوى الوطني. جديد الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الثلاثاء في تقرير لزميل سلك رحال. نستهل قراءتنا بجديد الصحف الصادرة يوم غد الثلاثاء من يومية أخبار اليوم المغربية التي تطلعنا في صفحتها الرابعة بأن قافلة طبية مغربية متعددة الاختصاصات تقوم خلال الفترة ما بين 14-21 من أبريل الجاري بإجراء فحوصات وعمليات جراحية مجانية بالمستشفى الجهوي لمدينة عطار الموريتانية التي تبعد بحوالي 450 كيلومترا عن العاصمة نواكشوط. وأضافت الأحداث المغربية أن الكاتب العام للجمعية المغربية للقافلة الجراحية البروفيسور محمد ميكيل قال إن القافلة وقوامها 25 فردا ما بين أطباء وتقنيين وممرضين في عدة تخصصات ستقوم على مدى أسبوع بإجراء فحوصات وعمليات جراحية وتوزيع أدوية على المرضى المعوزين وذوي الدخل المحدود. يومية الأخبار كتبت في صفحتها الثانية من عدد يوم غد الثلاثاء تنعقد صباح يوم غد أشغال الدورة الخامسة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لجهة إقليم سمارة، وذلك بمقر الكتابة العامة لولاية الجهة برئاسة وزير السكنة والتعمير وسياسة المدينة نبيل بن عبد الله بصفته رئيسا للمجلس وفق القانون الأساسي لهذه المؤسسة، وبحضور والي الجهة وعمال إقاليم سمارة طنطان وطاطا وأسازاك.
وأوضحت الأخبار أن هذا الاجتماع سطر له برنامج عمل خصص لمناقشة وتقييم التقارير المتعلقة بأنشطة المؤسسة العمومية، إذ ستتم المصادقة على محضر اجتماع الدورة السابقة والاستماع إلى عرض لمدير الوكالة وتقديم عرض مدقق للحسابات. ومن يومية المساء نختم جولتنا الصحفية عبر جديد الصحف الصادرة يوم غد الثلاثاء، وجاء في ملحقها الرياضي بأن فريق شباب المسيرة لكرة القدم انتزع نقطة من مدينة مراكش خلال مواجهة لفريق أولمبيك مراكش برسم بطولة القسم الثاني. وأضافت المساء بأن المقابلة التي جمعت الفريق الصحراوي بالفريق المراكشي انتهت بهدف في مرمى كل فريق، وبالتالي زاد الفريق الصحراوي مجموع نقاطه بنقطة واحدة في صبورة الترتيب. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم حمى ولد حمادي ولد حمدي عن سن تناهز 85 سنة الفقيد، ينتمي إلى قبيلة توسا وهو أحد أفراد المقاومة وأعضاء جيش التحرير. كما انتقل إلى عفو الله أحمد البلي ولد محمد عن سن تناهز 59 سنة الفقيد، ينتمي إلى قبيلة توسا. تغمد الله الفقيدين بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان، وإن لله وإن إليه راجعون. والآن نصل مشاهدينا الكرام للفقرة اليومية الخاصة بأحوال الطقس بأقاليمنا الجنوبية. اليوم غد إن شاء الله سنلاحظ سحب منخفضة وكثيفة بالقرب من السواحل الشمالية خلال الصباح بالمنطقة. درجات الحرارة الدنيا من المتوقع أن تتراوح ما بين 12 درجة بقليميمة و17 درجة بالداخلة. من المرتقب أن تتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 30 درجة بآسا و20 درجة بأوسر. حالة البحر بالواجهات الأطلسية، سيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج ما بين قدير وبوجدور وهائج ما بين بوجدور ونواكشوط. شروق الشمس بمدينة العيون غدا بمشيئة الله سيكون على الساعة 6:39 دقيقة، أما الغروب فسيكون في حدود الساعة 7:09. درجات الحرارة ببعض المدن المجاورة لبلادنا 34 درجة بنواكشوط، 23 درجة بنواديبو، 28 درجة بتمدوف، 34 درجة بالرابوني، مع تسجيل 20 درجة بالعاصمة الرباط. قبل ختام هذه النشرة المباشرة نذكركم مشاهدينا الكرام أنه يمكن لمن فاتته متابعة نشرة الأخبار الأيام الثلاثة الماضية متابعتها على موقعنا على الانترنت www.snrt.ma، كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذاعتي العيون والداخل الجيويتين من خلال زيارتكم لموقع المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية www.kurkas.com. كما يمكنكم متابعة نشرات الأخبار والجديد البرامج عبر الآيفون وهواتف أندرويد، وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من الأبل ستور والجوجل بلاي. وتلتقون غدا إن شاء الله مع إعادة لهذه النشرة على قناة المغربية في حدود الساعة 4:15. شكرا على حسن المتابعة وللملتقى بحول الله.